من طيارات الورق للطيران اللي بجد بقى وبحق وحقيقي. النهارده كان في مؤتمر مشترك لوزراء السياحه والاثار والطيران، كان في مقر وزاره الاعلام لشرح التطورات المتعلقه بفيروس كورونا المستجد. وخبر مهم على تم اعلانه من خلال المؤتمر، قال لنا كابتن طيار محمد منار وزير الطيران ان حركه الطيران هترجع بشكل كامل بدايه من اول يوليو مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه ان شاء الله. نعرف التفاصيل من وزير الطيران المدني الطيار محمد منار. برحب بحضرتك معنا يا سياده الوزير. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم. يعني سياده الوزير، خبر عوده الطيران يعني خبر مهم، فنفهم تفاصيله وعلى اي اساس تم اتخاذ هذا القرار وطبعا الاجراءات اللي هتكون مصاحبه ليه. والله يا فندم، هو الدوله خدت اجراء او بتاخد اجراءات انها تبتدي الحياه الطبيعيه تعود للبلاد في جميع كافه المجالات، ومجال الطيران احد المجالات النقل بالنسبه للشعب المصري، اذا كان حركه قدوم او حركه خروج رحيل من السفر يعني. ايوه يا فندم. فطبعا كان لازم ان احنا ناخد الاجراءات الاحترازيه قبل هذا القرار. الدوله خدت القرار وقالت ان شاء الله في اول 7. معالي وزير الاعلام في بدايه المؤتمر اعلن ان دي خطه مرنه، بمعنى ان ممكن لا قدر الله اذا حصل مستجدات يكون فيها نوع من المرونه شويه، يعني ما هوش شيء ثابت. احنا كمطارات استغلينا الفتره اللي فيها التوقف دوت اللي هو الشهرين او الثلاثه، وكان ده على حساب البنيه التحتيه، تحديث البنيه التحتيه وصيانه المطارات. ثم بدانا في وضع العلامات الاسترشاديه بالنسبه للتباعد الاجتماعي، من حيث قدوم الراكب من اول ما بيخش في المطار الى عمل التشيكين على الكاونتر في المحطه، ثم الجوازات، ثم الصعود للطائره، ثم وصوله. بالنسبه للراكب على الطائره، الطائره هتكون بكامل حمولتها، عشان السؤال ده برضه ناس كتير بيسالوه، ولكن الراكب لازم يكون مرتدي الكمامه واعضاء الطاقم مرتدين الكمامه. بالنسبه لنوعيه الاكل اللي هتقدم، هتكون وجبات جافه لسبوله جمعها، مفيش طبعا جرايد ولا مجلات علشان برضه تقليل فتره التباعد ما بين الطاقم وبين الراكب، لان طبعا احنا يهمنا العنصر البشري زي ما بنحافظ على الراكب اللي هو ضيفنا، بيبقى مهم جدا جدا ان نحافظ على الطاقم، طاقم الطائره، لان هو ده الثروه الحقيقيه بتاعه الشركات. ده بقى عشان كده موضوع توقيع الاقرار، ان الركاب هيتم الزامهم بتوقيع اقرار، يعني اقرار بتفاصيل ايه او ايه اللي هيكون مكتوب فيه؟ قرار هو حضرتك معمم في بلاد كتيره، اللي هو بيقول ان انا ما كنتش مخالط او كنت عيان او كان عندي كورونا في الفترات السابقه. علشان نقدر نبقى عارفين دي. ده طبعا هو الاقرار هيكون فكت اكتر او تاثيره اكتر بالنسبه للمجموعات السياحيه اللي نازله المقاصد السياحيه. يعني لان طبعا بترك حديث المجموعات السياحيه والسياحه لمعالي وزير السياحه والاثار، هو هيكون يعني هيكون هيشرحها باستفاضه اكتر. طب قولي يا سياده الوزير، يعني الرحلات بقى وتسيير الرحلات يعني لاي دول؟ الدول طبعا اكيد اللي اترفع عنها يعني اللي فيها حركه طيران، ولا هنبص والدول اللي مثلا لو فيها مثلا مصابين او الوضع فيها غير مستقر؟ يا فندم، بالنسبه لو بلاد فيها جائحه او فيها وباء عالي، ده لازم الراكب يجيب شهاده PCR على مده حد اقصى 48 ساعه قبل الرحله. بالنسبه طبعا عشان احنا جمهوريه مصر تسير رحلات لبلد ثانيه، لازم يكون المطار الثاني مفتوح. طب مش ممكن لو المطار مش مفتوح ان احنا نسير عليه. بالنسبه للرحلات، احنا طبعا الصناعه دي يمكن احنا اعلنا النهارده، علشان الصناعه لازم بتتطلب عرض المقاعد، عشان احنا بنسمي الرحله مقاعد. بالنسبه للقطاع الخاص، بالنسبه للنقل الوطني مصدران، بالنسبه لبقيه الشركات، بيعرض المقاعد بتاعته، بيشوف هو هيقدر يبيع قد ايه من هذه المقاعد، يقدر يسير عدد الرحلات. يعني ما نقدرش نقول احنا من اول نفتح مثلا تبقى نيويورك ديلي، تبقى لندن رحلتين في اليوم، على حسب الطلب والعرض بيكون على الطلب هنقدر ننفذه. تمام. طيب ملف العالقين، طبعا احنا قطعنا شوط كبير وطلعنا رحلات خاصه لعدد من الدول، لكن هل ما زال الملف ده مفتوح؟ هل بعوده الطيران هيبقى فيه حريه حركه اكبر لعوده يعني اي مصري لسه راغب في العوده؟ والله يا فندم، بالنسبه لاخواننا العالقين، احنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت، ويمكن كان في تناغم جميل ما بين وزاره الخارجيه وما بين وزاره الهجره وما بين وزاره الصحه. التناغم ده الحمد لله الاغلبيه العظمى من اخواننا المصريين اللي في
في البلاد خارجيه قدرنا ان احنا نرجعه مصر. انما صفه العالق عالق، بالتالي احنا انتهينا من جميع العالقين. انما في اخواننا المصريين اللي موجودين في بعض البلاد وعملهم انتهى او تم انهاء التعاقد بتاعهم، الشركه رحلات شغاله على جميع البلاد، وهم بيطلبوا عن طريق الهجره او عن طريق الطيران او طبعا مواطن الخارجيه بنسير رحلات عشان نرجعهم للوطن سالمين باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، وطبعا على كل هذه التفاصيل كابتن طيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.